جماعة داعش وغيرهم كل من ضل عن الصراط المستقيم فإنهم من حزب الشيطان، إما من الخوارج وإما من غيرهم من دعاة الضلال، ولا يقاومون إلا بالعلم النافع. هؤلاء من الذين قال الله فيهم جاهد الكفار والمنافقين، هؤلاء يكونون في صف المنافقين لأنهم يدعون الإسلام ويعملون ببعض الشعائر الدينية، ولكنهم دعاة ضلال ولا يقاومون إلا بالعلم النافع والرد على شبهاتهم وأباطيلهم. ولا تكونون جميعاً إلا تحت راية ولي أمر المسلمين، اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا إلى جماعات، كل جماعة تدعي أنها هي أهل الإسلام وأن أميرها هو أمير الذي تجب طاعته، هذه والعياذ بالله مخازي